جلال العياري مدير مدرسة حي النجاح الدامجة بمنزل بورقيبة. احنا دخلنا في منظومة الإدماج من وقت اللي وضعته الدولة، تبقى ما كانش أمور ماشية كما يلزم لحد ما عملنا شراكة مع المنظمة الدولية للإعاقة، وكانت العملية انطلقت أن حسسنا الأولياء، حسسنا أولياء التلاميذ هذوما، ثم حسسنا الأولياء الآخرين اللي كانوا يرفضوا أن ولدهم يقرأ مع طفل في وضعية إعاقة. شركنا الأطراف الكل بما في ذلك الإدارة نتاعنا، المندوبية الجهوية للتربية، مندوبية الصحة، الشؤون الاجتماعية، لسبيسياليستك لزيغو العلاج الوظيفي، أخصائي العلاج الوظيفي، أخصائي العلاج الطبيعي، الكل شركناهم، المنطقين والكل، وانطلقنا في مشروعنا ابتداء بتكوين المعلمين اللي هما كانوا ما عندهمش حتى دراية، ما عندهمش حتى أدوات للتعامل مع هكذا أطفال في وضعية إعاقة. الطفل ملهم ستيفي اللي جانا المدرسة بعد ما كان في عزلة تامة مع في عائلته، معناها حتى وصل لسن 10 سنين. أنا واحدة من الناس خفت منه، كريته كيفاش ما يحركش يديه، ماهوش معناها كي تشوف تقول ماهوش تلميذ باش يقرأ. كانت مغامرة منا نحن بصفة عامة، خاطر حتى المتفقد معناها من الأول ما كانش متحمس للعملية نتاعو، لأن ولدنا ملهم يعني عنده إعاقة عضوية وإعاقة كذلك في النطق، وعنده ليجير روتار مونتال. تبدلت حياة ملهم ولا يعمل على روحه، مثلا أحيانا بفيق الصبح يعني بيكون جوعان مش يفطر، فمش بيعرفش يكتل وياكل وجبة فطوره، ما يحبش يفطر خاطر لأنه يحب يلحق تحية العلم. شويه ولا يحرك يديه، لو كان جينا معناه استعملنا له كرسي ما حبش، خذا مده يجي على الكرسي وبعد ولا يطالب، هو يحب يبقى في طاوله مع اصحابه ويحب يخرج للصبوره ويحب معناه يحضر تحيه العلم. بشويه بشويه ولا يحرك يديه ولا يرفع صوته ولا يشد التباشير ولا معناه يحاول باش يكتب عدد حرف، يتبع شفويا تبارك الله عليه، يحفظ كل شيء. ونجح وارتقى من السنه الاولى الى السنه الثانيه ب 15 معدل. عيط لي هو قال لي بابا اش بيك؟ قلت له ما عنديش مفاتيح. يخلي انا نحل لك. تنجم؟ خليني نجم. طلع من الباب، مشى الباب الحديد، مشى على ركايبه، مشى الباب الحديد، عملوا هاك حل الباب. وقتها انا بيني وبينك يعني صابني شعور بالنسبة لي أنا منخرج التلامذة للراحة البرة على مولهم، مش ما يبقاش واحد وخطرهم يحبش يبقى واحد. كيفاش؟ وأنا بشكر كل يعني إدارة المدرسة بصراحة على دور كبير للمرة الثانية، وسي جلال بالذات فهمت كيفاش عاوننا برشا، فهمت كيفاش الرجل وعم يخدم خدمته صح. Ah,